الأصفر على الأصفر، الأحمر على الأحمر. هي يمكن دي واحدة مخبية بعيد اللعبة. الأحمر على الأحمر، والأصفر على الأصفر، والأزرق على الأزرق، وهيك بكون مخلص. ماله هذا الولد؟ كنه نهبل ولا ايش؟ ما بقصة في هذا الولد ولا جود. الأبيض ايه؟ بتعرف انه كمان يومين العيد؟ عن جد؟ وكيف كده؟ والله راح نتعيد من خالتي سوسن، وراح يتعيد من ستنا، والله راح يعيدنا 50 شيكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا جود، أنا بحكيش عن الشغلة هذه، أنا بحكي عن شغلة تانية، إنه إحنا ما جبناش ملابس للعيد. ما أنت راح نجيب ملابس للعيد وإحنا لسه يعني دام يومين للعيد، يوم وقفة عرفة والعيد بس. طب امشي نحكي لماما بسرعة. يلا امشي. ولا جود انت احكي لماما، عشان انا بحبش احكي لماما عن الشغلات هذه وما بتحبش احكي لها. ماشي يلا امشي. ماما ايش في مالكو؟ ايش جد بده ياكد موضوع؟ ماما بدنا نشتري ملابس العيد. ملابس العيد؟ وفكرة مين هذا ان شاء الله؟ فكرتي يا ماما. بتكذبي يا جود، هذه فكرتك؟ انا متاكده مش انت اللي بتفكر بهاي الامور، ولا عمرك قلت لي ماما بدنا نشتري ملابس للعيد. هذا اكيد ايمان. لا يا حبيبتي، لا يا ماما، انا ماليش دعوه ولا انا فكرت في الشغلات هذه. هو ايش حكى لي يا ماما؟ انا قلت له بدنا نتعيط، لو قال لي بس المشكله بملابس العيد. يا كذابه، دي حكي على ماما ولا هي ماما اللي حكت لي؟ وانا حلفت لك يعني بالله. وتقول لي سيبك من العيديه والهبل اللي بتقول لي لازمنا احنا ملابس العيد. ماشي جود، اصلا راح يروح علينا ملابس العيد. يلا احكي لها فكرتك، لانه اذا حكيت فكرتك بننكسي العيد، اذا حكيت فكرتي مش حنجيب اوعيه العيد. يعني فكرتك هذه يا ايمان، ما دام فكرتك يبقى فيش ملابس للعيد. يلا روح من وجهه انتوا الاثنين. يلا يا ماما. ولا ليش شكلك تعمل زي المعاقين عشان نصرف جوا؟ روحي يلا، حكيتكم مش ملابس للعيد. يلا خدي اخوكي وروحي خلصي. ماما ما بحبك تجيبي لي ملابس عيد. خلص انا حكيت لا يعني لا. يلا روحي كلمي وجهي. روح شادي ربي خلفه ولا سويت بخت. هي اوف منك يا جود، كل منك. اصل لو حكيت لها فكرتك ايش بده يصير؟ يا شيخة روحي، بديش ملابس للعيد. هي روح، بدك تروح تحكي لها انها فكرتك، وانه انا حكيت لك بدنا نتعيد، وانت حكيت لها بدي ملابس للعيد، لانه زي انت حكيت لها هيك احنا رح نجيب ملابس للعيد. جود روح قول لها انها فكرتك. يا الله منك، بديش شنو اكتب بديش احكي. شو سوي يا ربي؟ الله موقعني في اخو مجنون. يا الله اطلع ليلتك السودا ان شاء الله. يا الله والله جد صعب علي، اكيد نفسه بملابس العيد يا حرام. وهذه ايمان اخته مش هجيب لها ملابس العيد، عندها اصلا كتير من السنين اللي فاتت. بدي اروح هلا واجيب لها جود واخده معايا. اكيد ايمان هلا هذه نايمه ومش حتشوفنا. بدي اخذ جود واروح اشيله ملابس العيد خليه ينبسط ويكيف. يلا اشيلك ملابس العيد. هاي ايمان نايمة ونجيب لها كباس. يلا 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 ماما ايش بدك تجيبيش لاختواي؟ اسكت، اصلا هي عندها ملابس كتير وبعدين تسمعش كلامي، بحبش اشيلها ملابس. تعال اجيب لك انت وخلص. يلا نايمة هاي. وينك يا وينك يا جود؟ خلينا نشوف وينك.
باب الدار مفتوح. الدار مفتوح الله يستر. أنا الحمام مسكر. أوف ممكن نايم عن ماما. يا جود يا ماما. جود وماما كمان مش موجودين. أقول رايحين على السوق أو رايحين هان ولا هان. ممكن تجيب ملابس لجود وما تجيب ليش ملابس. والله إذا جابت لجود وما جابت ليش والله ما يصير خير. أنا بورجيهم إذا جابت لجود وما جابت ليش. ماشي يلا يا جود يلا. جبت لك أحلى ملابس بالسوق. يلا تعال ورجيك إياها. لا يا ماما أشوفهم. أنت غمضتين عيني أول ما شريتيهم. شوف يلا هاي أول إشي جبت لك هذا البنطلون. تبني ماما التيل الحلو هذا. بتمنى تكوني احلى ام في الدنيا. حبيبي انت يا جود انت غالي انت بطل يا جود. اشوف كمان شو جبت لك هذا القميص. شوف ما احلاه. وكمان هذا من قديش له جديد هذا هي شايف ما احلاه. لا من 1700. وكمان جبت لك هذا الشورت كامل. كمان يا جود جبت لك هذا. وكمان على قف الدنيا انت. والله حلو صح؟ اصلا مش حدا بالسوق لابس زيك حيكون انت مميز. حتى ايمان مش حتكون زيي. انت احلى واحد واحلى ملابس. شوف كمان هيا ايش طيب وانا يا ماما شو جبت لي معك؟ انت بتفكري حالك صغيرة اجيب لك ملابس العيد؟ يا اختي ليش يا حبيبتي اجيب لك ملابس العيد وانت عندك كم ملابس؟ يا هذا بصف سادس يا ماما. اللي بصف سادس بتعيدوش زي الكل. هذه بتقعد في الدار لحالها. قال ايش بدها ملابس العيد؟ قال بدها تخش على غرفتها بعدين وبعديها روح. احسن. طيب يا ماما يعني هو ايش بفرق عني؟ يعني هيك جبتي له طب جيبي لي يعني. ولا انا يعني مش بنتك هو ابنك. حرام عليك تميزي بناتنا. استحي حالك على بتحكي معايا هيك. قال انت بتميزي بناتنا؟ ماما لا يا حبيبتي انا اصلا كان معايا مصاري وما كفوش اجيب لك. دوبهم كانوا مكفيين لجود. بتروحي تحكي لابوك يجيب مصاري كمان اذا بدك اشتري لك. واذا ما حكيت روش بكون احسن. خلص ماما ماما كمان تعملك هيك يا شيخة ابعدي. بتضحكي علي يا ماما ما كفوش المصاري. طلع كم هيك جايبها له. هاي واحد هذا يمكن ب 100 شيكل وهي اثنين وهي ثلاثه وهي اربعه ولسه في بالكيس كمان. هاتي هاتي مالكيش دعوه. طب انا يعني زي زيه. انا ما حكيت لكش بدي 100 هدمه زيه. انا حكيت لك بدي بس طائم واحد بديش 100 طائم زيه. هي. تعالي اضربيني كمان وبتغوشي قاعدة. شو يا حبيبتي روحي يلا من وجهه بيجي لك ملابس العيد كمان. يلا انا طلع جايبالي كل السوق هيك. شو دخلك يلا روحي جوا حكيت بسرعة. ماشي يا ماما. قال ايه جايبالي من السنيتي بلوزة. والله يا ماما. قال ايه جايبالي السوق كله جايبالي 100 هدمة. وش دخلها هي؟ اجيب لك ان شاء الله السوق كله. جاية تبرم كمان. ان شاء الله تجيبي لي يما كنز كنز تجيبي. لا وبتعلي صوتها كمان شفت كيف؟ والله بس اجي ابوك لاقول له بنتك هذه قليلة ادب وبتعلي صوتها علي. يا جود يا ماما. جود تعالي ماما اشتري لي يا حبيبي تعال. ايش يا ماما؟ خد روحي اشتري لي بشكل قهوة عشان انت بدي اعمل وتطولش من عند راس الشارع هذا. شكل احوال؟ بس بعيد يا ماما هذا لراس الشارع. ده اجيب لك من عند جارنا ابو محمد. لا لا هذاك قهوته مش نظيفة. بتروح على لاخر الشارع هذا وما تطولش بجيب قهوة زاكية. يلا يا حبيبي. انا رايح يا ماما. انت احلى ام في الدنيا عشان جبت لي ملابس العيد. يلا انا رايح. ماشي اصلا ماما بتفرق بيناتنا انا وجود. اصلا انا اخويا جود بالمره بحبهاش بالمره اصلا بحبهاش هذا البلد. هي بالدلع وانا ايش بس علي اشتغلها وخلاص. هي تكسنيش العيد ولا بتجيب لي ملابس ولا حاجه. هي
شو هالام هادي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله جد طول كتير، يا ريتني ما بعته على هادي اللي عرس الشارع، أنا كان خايفة يكون صار له حاجة، يا رب ما يكون صار له حاجة يا رب، طول كتير، يا رب شو بدي أسوي أنا، شو بدي أعمل؟ يا إيمان، يا إيمان يا حبيبتي، ماما تعالي بسرعة، يا رب استر يا رب، يا إيمان تعالي خلصي بسرعة، أيوة شدي حيلك، أخوك من جد قبل نص ساعة بعده يروح يجيب لي من عراس الشارع اول حتى الان ما اجى، روحي بسرعه شوفي لي اياه ودوري لي عليه، ليكون صاير له حاجه اجري روحي. يعني يا ماما حرام عليك، بعته لعراس الشارع ليكون حد خطفه ولا صار له حاجه، مش لاقي غير جود، كم بعتيني انا يا ماما؟ ما انا حكيت لك اكيد انت زعلانه مني هلا عشان ما جبتلكيش ملابس العيد، فبعتت جود، روحي بسرعه دوري لي عليه يلا شاطره عشان اجيب لك ملابس العيد. ماشي ماشي يا ماما، هلا رايحه اشوف السلام. تدوريش يا ماما بسرعه بسرعه. بتدوري عليك كويس وبتسالي عليه في الشارع كمان. يا رب استر يا رب يا رب تلاقيه يا رب ما يكون صار له حاجه. يا ربي كمان ايمان طولت لكلها ما لقت الجود وشكله ماما التنين اختفوا. انا لازم اكلم الشرطه بسرعه عشان هذا اللي بيصير. لا بديش اكلم الشرطه، بروح انا على الشرطه وببلغ عليهم وبحكي يلا بسرعه بسرعه. يا ماما يا ماما كمان شكلها ماما رايحه تدور عليك. والله يا جد لقتنا عليك. دورت عليك كل الدنيا، ايش موديك على الحارة هذيك؟ مليانة خطفين يا جود. أصحابي كانوا هناك في الحارة، لعبت معهم وكمان لعبت مع واحد لابس أسود في أسود. يا جود حرام عليك، ماما أنا بدور عليك وقلبت عليك الدنيا، كمان هي رايحة تدور عليك بحالها وأنا دورت عليك. والله شكلك يا ايمن انت بتحبيني، كنت تنفكري زمان تكرهيني، فاستغربت انك بتدوري عليا. انا اسف يا ايمن، بحبك انا يا اختي سامحيني. لا يا جود ما تحكيش هيك يا خو، انا بحبك كتير، ليش اكرهك؟ اعوذ بالله انا اكرهك، بس كيف هلا ماما رح تيجي على الدار؟ لأن انا قلقت عليها كمان. هاي جوال برين يا ايمان. هادي ارد هادي. الو يا ماما يا ماما، انا لقيت جود، هادي هي جنبي. يا ماما انا معايا الشكل وكمان مش جايب قهوه يا ماما. خلاص يا ماما تعالي روحي، انا لقيته يلا يا عيني مستناكي. خلاص انا مستناكي سلام. ماما يا حرام شكلها تعبانة، قلب عليك الدنيا وانت ولا عبالة. المهم هي تناديتني يا ايمن. حبيبي ماما الحمد لله الحمد لله انت عينك بسلام. تعال تعال يا حبيبي، انا قلبت الدنيا عليك ماما لقيت كاش. وانت يا ايمن لقيتي ماما الحمد لله رحتي دورتي ولقيتي يا ماما ايمن وين رحتي دورتي وين؟ والله يا ماما لفيت كل الحارات، والله دورت عليه في كل الحارات، والله تعبت كتير يا ماما، لقيته في الحاره الغربيه اللي عندنا ورا ورا. الحمد لله انك لقيتيه يا ماما ايمن. وانت جبتي لعبت مع واحد صاحبي ولعبت كمان مع واحد لابس اسود في اسود ولابس كمامه هون سوداء. خلاص يا ماما معلش، المهم انه لقيناك الحمد لله بخير. وانت يا ماما يا ايمن انا ما كنتش متوقعه منك ان انت تروحي تدوري على اخوك جود، انا كنت بفكرك بتحبي ناس وزعلانه منا عشانك ما جبنا لكش ملابس العيد. عن جد يا ماما انا اسف، ما كنتش بعرف. لا يا ماما عادي، هذا اخوي انا بحبه مهما صار، وش صار معاه انا واقفه جنبه يا ماما. حبيبتي يا ماما ان شاء الله على اللي عملتيه هذا وانك كثير كويسه، راح اروح اجيب لك ان شاء الله ملابس العيد اليوم وافرحك. وانت يا جد احكي لاختك انا اسفه على الكلام اللي حكيته لها اياه. يلا انا اسف. يلا قومي احضني يا ايمان شاطره حبايبي يا ماما حبايبي شطورين. وانت يا ايمان يا ماما يلا قومي عشان اروح اجيب لك ملابس العيد وتنبسطي يا حبيبتي. يلا ماما انا هيني رايحه. انا خلص انت ارتاح يا جود. لا انت ارتاح في البيت وانا هروح على ايمان. ماما اخدتش مصروف بدي اخد. طب يلا تعال تعال.